اخواني في الله، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم قناة فكرة ديكور. اليوم مش نعلمكم الطريقة والحساب وجميع المقاسات للمبتدئين، للهواة، للناس تحب تتعلم، تحب تسترزق بالضبط الحسابات هذه والمقاسات هذه متاع الخزانة اللي تركب فيها وحدة الشفاط متاع الهواء. الخزانة هذه هي عندنا لهنا، هذه ركبناها وعلمتكم في فيديو سابق كما قلت لكم، اللي ما شافهاش يقدر يمر لها عن طريق الدائرة البيضاء على الفيديو او عطوا علبة الوصف اسفل الفيديو. الان مش نخدمو هذه، دائما هذه لازم تكون اقل في الارتفاع من البقيه. ليش؟ لان بعده الوحده هذه عن النار نتاع الغاز اللي بيركب لهنا. المقاسات الان مش نعطيهم لكم نتاع الهيكل ومتاع الواجهه، ونوريكم بالضبط كيفاش لازمكم تركبوها بالطريقه الصحيحه. الان كما تشوفوا تنقلوا وتكتبوا عندكم، القطع هي 500 على 300 ملم، يعني 50 على 30 سنتي. اثنين قطع اللي هما عندي لهنا، هذم الاثنين شفتوهم، هذم اثنين قطع. القطعة اللي بعدها تجي 300 على 568، اثنين قطع، وهما القطع هذم، واحدة اثنين، 568 على 300 في المليمتر، بالسنتيمتر تولي 56.8 على 30. وقطعة هذه لازم منها كذلك كيما تشوفوها المقاس نتاعها هو 138 على 568 مليمتر. هذه كذلك، هذا في المقاسات. انا نشتغل بخشب 16. الثلاثة قطع الصغار هذوما هما القطعة الأولى اللي هي هذه كيما تشوفوها، انا عندي مكنة اللي تقص اوتوماتيك مثل السيناس كبيرة، بتطبع لي اوراق على الاخشاب اللي تتقص وتكتب لي المقاسات نتاعهم، يعني فهمتوني. قطعة 330 على 150، ناخذ منها اثنين قطع، واحدة اثنين، 330 على 150 ملم. وقطعة كذلك 330 على 232 ملم قطعة واحدة، يعني بواسطة 1 2 3 4 5 6 7 8 قطع صغار مش نصنعوا الخزانة متاعنا هذه كما مش شوفوا الآن. 9 598 ملم على 498 ملم هي الاش دي اف اللي يركب من وراء الظهر متاعها، والواجهة متاعها أو الباب متاعها المقاس متاعه هو 494 ملم على 594 ملم. بارك الله فيكم، نبداو العمل والتشغيل متاعنا. الاثنين قطع الاولين اللي قلت لكم عليهم، الاولى والثانيه اللي المقاس نتاعهم 500 على 300 ملم، نحطهم هكذا مع بعض ونثقبوا فيهم المقاسات التاليه، من فوق 5 من الاخر سنتيم، من هنا لهنا 5 سنتي، من هنا لهنا 8 ملي، لان انا نشتغل خاصه ب 16 نصفهم 8. نفس المكان نعاودوا من هنا، 5 من الوراء 8 من فوق، صاروا عندي 2 ثقوب، شفتوهم؟ شفتوهم. من بعد نمشي للناحيه السفليه، من الناحيه هذه نرسم الخط هذايا هكذا يكون بعيد عن الاخر من هنا 8 ملي هكذا، ومن بعد نرسم 5 و10 ملم، تقاطع 5 سنتي و8 ملي هذا الثقب الاول، تقاطع 10 سنتي من تحت و8 ملي هو الثقب الثاني، مفهوم؟ مفهوم. الثقوب هذه الاثنين اللي قعدوا، الفرق ما بين البعد من الاسفل حتى للثقب هذايا هو 138 مع 8، 146 ملم، من هنا للثقب هذايا 146 ملم، ومن هنا ليلو هو 5 سنتي. من بعد نفس الشيء تقاطع 146 ملم يعني 14.6 سنتي مع 5 سنتيمتر نفس الشيء، لكن من وراء الخمسه نحسبوها، هذم هما 2 4 6 ثقوب. الستة ثقوب هذا ان شاء الله مش نركب بهم الوحدات نتاعي اللي بقاو كلهم. ناخذ القطعة الثانية اللي هي 568 على 30، ننيمها هكذا، هوب هكذا، والاثنين ثقوب اللي عملتهم من فوق هذوما عن طريقهم نثقب ونركب في الخشبة هذه مع بعض. دوت الثقوب اللي ركبتهم لهنا على الأجناب، من هنا ومن هنا، بسم الله، هذا هو الصندوق اللي صار عندي هكذا. تواش مش نعمل المكان هذايا، مش القطعة اللي قعدت هذه 30 سنتي على 56.8. هذا الوسط متاع الخشبة 568 على 2 مستقيم، لهنا 8 سنتي 8 سنتي، لهنا من هنا لهنا 13.5 سنتي. من بعد شنعملوا الخط اللي في الوسط، ناخذوا البركار
نحطه من هنا من الخط الوسط هذه للاخر 8 سنتي نتاعنا هما الوسع نتاعو، ندخلوا 8 سنتي لهنا، نحطوا لهنا النقطه هكذا 8 سنتي، ونقوم بعمليه الرسم نتاع نصف الدائره. علاش تحصلت على الشكل هذايا؟ هذا لازم يتقص، هذا هكذا وهكذا وهكذا باش يطلع منه الانبوب اللي مش يخرج الهواء نتاع الشفاط. نقص فيها الوحده هذه كما وريتكم، الحفر هذايا اللي تشوفوا فيه هذايا باش يمر منه بعض الانبوب من الشفاط. في الناحيه الثانيه ما نثقبوهوش لهنا، نثقبوها على عين المكان بواسطه الكورونه، لانه ما نعرفوش شنو الانبوب اللي مش يركب هناك، مش ياخذوها اصحاب البيت، ممكن يكون مربع مستطيل مدور ما نعرفوش. الخشبة هذه نقوم بالتثبيت على الأجناب ونثقب فيها 4 ثقوب. الثقوب هذه البعد متاعها من الآخر من هنا من داخل هذه حتى للثقب هو 42 مليمتر، ومن الأول للثقب هو 40 مليمتر. نفس الشيء لهنا 42 مليمتر 40 مليمتر، التقاطع هو الثقب الأول والثاني بواسطة المثقب الديامتر أو القطر متاعه هو 5.5 مليمتر. اللي من داخل نفس الشيء بعيد من هنا للثقب 42 مليمتر 42 مليمتر، لكن من الآخر إلى الثقب يصير 30 مليمتر 3 سنتي. خلاص الشفاط صار معلق مع الخشبة هذه، لأنه هو فيه ثقوب هذه اللي بتركب فيها بالضبط، كلهم في ستاندرد. يقعدوا عندي 3 قطع هذم، القطعة 330 على 232، القطعة 330 على 150، والقطعة الثانية 330 على 150. نعملوا بهم وحدة بالشكل هذايا الواه، باش من بعد لما نقوم بالتركيب لهنا نتاع الأنبوب اللي مش يطلع البخار من المطبخ او الدخان، ما نحطوهاش هكا شكله ما هو جميل، نقوموا بالتقفيل نتاعو. وعندنا المكان نتاع الكابل يكون 1 سنتيمتر من الوراء، هذا الكابل نتاعنا نحطوه لهنا، لهنا نعلقوا بعدين وحده نتاع البريز باش نركبوا بها الكابل ونشغلوه، يكون الشكل هذا. هذه بتتثبت باثنين وحدات زوايا، الزوايا هذه نركبوهم على عين المكان بعد ما نثبتوا الانبوب في الداخل، مفهوم؟ مفهوم. نخليه في مكانه. الذراعات نتاع الرفع اللي هي هذه مانيش باش نوريكم الطريقة نتاع تركيبهم في الفيديو هذايا، وريتها لكم في فيديو سابق كذلك، تقدروا تمروا له عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الآن أعلى هذا الفيديو أو عن طريق علبة الوصف أسفل الفيديو. وبيفتح، والوحدة نتاع الشفاط نتاعي بتفتح وبتتقفل، بتشتغل امورها واضحه ان شاء الله. يعني كما تشوفوا نقوم بتعليق الخزانه نتاعنا طوالي باذن الله. اذا كان اخذتوا معلومه ونفعتكم لا تنسوا الاشتراك في قناه فكره ديكور، ان شاء الله الفيديوهات القادمه اكثر باذن الله شروحات واكثر يعني تفسيرات. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء.